نروح بقى لآخر يعني خبر ولعبة معانا، وهي لعبة التنس اللي فاز فيها دانيال ميدفيد ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، ده بعد ما تغلب على بطل كبير جدا واسم كبير في عالم التنس نوفاك ديكوفيتش بواقع 6-4 6-4 6-4. المباراة دي كانت طويلة جدا، مدتها كانت ساعتين و17 دقيقة، وده بيعتبر أول فوز لميدفيد ببطولة كبرى، بينما طبعا منع هذا الفوز اللاعب العالمي ديكوفيتش من تحقيق رقم قياسي جديد، لو كان فاز بيه كنا نقدر نقول إن هو هيبقى اللقب 21 في مسيرته. أكيد هارد لك للنجم ديكوفيتش.